مؤسس مسابقه ملك الجمال العالم للسياحه والبيئه. اهلا بحضرتك معانا. والنهارده يعني في 70 ملكه جمال، عرفتي في مصر هنا ازاي في الاول؟ يعني هو احنا بقى لنا سنه بنشتغل في الموضوع ده. هو حقيقه احنا السنه اللي فاتت لما عملنا الموضوع كان فيه 50 دوله لما راحوا زاروا الاماكن الكتير في مصر الحلوه دي، الموضوع طبعا سمع بره جدا، فجالنا ريكويستس كتير جدا من دول كتير قوي عايزين يشاركوا في المسابقه ديت. واحنا بس لولا ان الميزانيه معانا محدوده كنا جبنا عدد اكبر من كده بكتير جدا يعني. فهو انا كان بيجي لي الناس عايزه البلاد عايزه تشارك، وانا بشوف في البلد نفسها المنظمه مين اللي عامله اللي عايزه تشارك بالظبط. يعني انا بركز قوي ان هو يبقى جاي تبع الحكومه او جاي تبع هيئه التنشيط او وزاره السياحه، علشان ده اساسا بالنسبه لنا حاجه احنا محتاجينها عشان نبعت رساله من خلال اللي احنا بنعمله ده. عندك 70 دوله بتبعت لهم مسج من مصر من خلال البنات دي. في دول ثانيه كانت المفروض تيجي بس احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نستضيف عدد اكبر من كده، لان هم مش بيقعدوا في محافظه واحده، هم بيلفوا في كذا محافظه، وده لا. وانا محتاجه ان طبعا اوري لهم كل حته في مصر، يعني مش عايزه اقعدهم في محافظه واحده واوريهم الاماكن دي وخلاص. انا بوريهم كل مكان اللي احنا عندنا، كل مكان لطبيعته، يعني الاقصر ليها طبيعتها، شرم الشيخ ليها طبيعتها، اسكندريه ليها طبيعتها. فانا محتاجه اوري لهم كل الكالتشرز دي او كل الثقافات اللي متجمعه كلها في مصر، عشان لما حد يسالهم او يفضلوا فاكرين الكلام ده كله لغايه لما يروحوا يرجعوا بلدهم ويفضلوا على طول بيبعتوا، لان ده بيحصل، بيفضلوا طول السنه يبعتوا في صور وينزلوا ويفتكروا الحاجات الحلوه اللي هي الايام اللي عدوها هنا، الاماكن اللي راحوها. 20 مليون مشاهد لحد دلوقتي في الفتره القليله دي. فعلا ده جالنا النهارده، انا وريتك حتى جالنا رساله كده من جوجل قال لنا ان انتوا حققتوا اعلى مشاهده، 24 مليون واحد على مستوى العالم بيشاهد البنات بتوع ملكة السياحة والبيئة، ملكة جمال العالم السياحة والبيئة في مصر. ده بالنسبة لي حاجة كويسة جدا، نجاح جدا للبلد يعني، فاهم؟ مش للمسابقة بس، لكن البلد يعني. دكتور، خطتك ايه الفترة اللي جاية وفي ظل وجود البنات ديت؟ انت بتعمليها كل سنة، بتجمعي من مختلف الدول، لكن على ما اعتقد برضو ان بتلاقي مشاكل في الدعم احيانا. كتير بلاقي مشاكل طبعا، مفيش دولة ما بتدعمش حاجة زي كده قوي، لان الحالة الاقتصادية بتاع البلد لسه بتنهض او بتقوم. فطبعا واحنا متفاهمين، بس هي الفكرة فعلا ان مفيش دعم، يعني ما عنديش دعم. انا بعتمد كلها ان انا عندي علاقات كويسة بالناس، والناس في ناس متفاهمة الحدث وعايزين يشجعوا السياحة، ومن مصلحتهم برضو ان هم يعملوا تسويق للمكان بتاعهم. ففي ناس كتير طبعا ساهمت في الموضوع دوت بدون مقابل، بس ستيل عندك برضو حاجات كتير لازم بتدفعها، يعني مش كل الناس متفاهمه وبتديك كل حاجه ببلاش. فانا بقعد يعني مش عايزه اقول لك، يعني بنحت في الصخر زي ما بيقولوا عشان اقدر اخلي الايفنت ده. يعني لغايه اخر وقت ما كانش عندي فلوس خالص، جزء صغير قوي من هيئه التنشيط وجزء صغير جدا طالع من الامم المتحده، والباقي طب هنجيبه منين يا جماعه؟ فلولا الناس بقى، والحدث كمان مسمع جدا بره مصر كتير جدا يعني. واحنا جالنا بقى كتير عالميه لا، وجالنا دول عايزه تستضيف المسابقه السنه الجايه، جالنا موريشيوس وجالنا دبي وجالنا المالديفز وجالنا الصين، والايام اللي فاتت دي جالنا اندونيسيا، في كل دول عايزين يستضيفوا المسابقه دي عندهم. طب ليه ما سوقتيش الموضوع من خلال قناه زي مثلا ستار، يعني زي البرامج زي بتاعت ستار اكاديمي والحاجات ديت؟ ليه ما عملتيش حاجه زي كده وبعتها للقنوات بحيث ان انت تقدري تاخدي الدعم اكتر؟ ما هو الفكره ان انا كلمت كذا قناه مصريه طبعا وقنوات خاصه بالذات، كلهم طلبوا فلوس. يعني انا بعمل حدث اساسا المفروض انت اللي تدفع مش انا اللي هدفع، فانا مش هدفع لان انا بعمل حاجه للبلد وما عنديش هدف ربحي في الموضوع. انا عاوز يعني حاجه مهمه جدا، وده يعني بقى عاوز اركز عليه. كل الناس او الميديا او الناس اللي بيشوفوا المسابقات بتاع ملكات الجمال دي بيظنوا ان المؤسسين او رؤساء المسابقات ديت بيلموا فلوس من كل حاجه. ايوه انت يعني اكيد شايف، انا عايزه بقى حد يعني انت جيك شايف كل السبونسرز او اللي هم الممولين اساميهم موجوده كلها، كل واحد عامل ايه، كل واحد عاطي خدمه. يعني الفلوس دي يعني تكاد ما فيش، الفلوس اللي خدناها هي من هيئه التنشيط واماونت قليل جدا، يعني ما يعملش 20% من البادجت كلها، فاهم؟ فاحنا يعني انا
عايزه المسابقه تنجح وعايزه المسابقه تسمع بره، وده حصل بليميتد ريسورسز بفلوس قليله قوي. اهلا شرفت بحضرتك جدا، واتمنى المسابقه النجاح. وحضرتك خط يعني في ميس ايجيبت جايه لسه وفي ميس ايكو، فكلميني على المسابقات بتاعتكم، التواريخ بتاعتها. يعني عندنا في شهر هنبدا كاستنج الميس ايجيبت برضو ان شاء الله، هتبقى في شهر بعد رمضان على طول، والمسابقه هتبقى في شهر 8، بعديها على طول شهر 10 في ميس ايكو ايجيبت، بعدين بعد كده هنعمل بقى ان شاء الله المسابقه بتاعتنا اللي جايه دي ميس ايكو انترناشونال في شهر 4 اللي جاي بعديه ان شاء الله باذن الله. توفيق يا دكتور. ميرسي.